بس عايز اعرف لك مين قال لك يا جماعه واحنا مش حقيقة. مش حن... مفيش لعيب كده نتبسط بيه ونقعد نشير له حاجه. ليفربول عمال يشير لالكنتارا والبايرن عمال فرحان معاه وتشيلسي فرحان بتيمو فيرنر. هو مفيش حاجه علينا ولا ايه؟ واحنا مثلا فرحانين انه ميسي رجع والتيشيرت بتاعك اقسم بالله بلبسه كل يوم، يوم او يوم لا، عشان مش كذاب. مارفن إيه؟ مارفن انتوا ايه؟ ليه؟ احنا كنا عاملين حسابنا ان ميسي ماشي بس خلاص ما جبناش حد، ممشيش بقى لا بص، عايز اقول لك ان دي بتبقى بالنسبه لي اسوأ حاجه في الانتصار. إيه يعني دايما التتويج بالالقاب بيستخدمها رؤساء الانديه في ان بقول لكم ايه، احنا زي الفل اهو، احنا مش محتاجين نجدد، احنا مش محتاجين ندعم. بس انتوا مش محتاجين فعلا، لان انتوا جامدين. لا يا راجل، لا هم جامدين. انت ده ماشي، لو انتوا كويسين الطريقه دي ما انتوا بقالكم كتير ما بتاخدوش الدواء. بقول لك ايه، احنا النهارده قاعدين بنتقبل العزاء في النقطه بتاع امبارح، صح؟ اتقل الاسابيع جايه كتير، احنا هنروح من بعض فين؟ احنا شايلين 8 ومش فارق معانا. مش فارق معانا خالص على فكره، يعني مفيش حاجه اسوء من كده فاهم. وبعدين ده مضحي اصلا بيشجع فالنسيا، بص حاطط رجل على رجله عمال يتدلك علينا وقاعد عادي. يعني انا مغلوب اصلا، محدش بيجيب الفرقه بتاعته شايله. تصدق انا كنت دايما اقول اللي بيشجع ريال مدريد او برشلونه كده هو المشجع المرتاح، بس اكتشفت ان انا مشجع المرتاح، انا خسران ما حدش جايب سيرتي. عادي مش موجود في الصوره يعني. ايه الاخبار، مجهزين ايه النهارده؟ شغل كتير شغل كتير. نبتدي محلي الاول وبعدين نخش في الاوروبي. يلا طيب.